مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول تطورات الملف اليمني انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الاحمدي. اهلا بكم سيد محمد. بدايه، مبعوث الامم المتحده الى اليمن مارتن جريفيث سيلتقي مسؤولين في الحكومه اليمنيه بالرياض لبحث ترتيبات عقد جوله جديده من المفاوضات في ستوكهولم. برايكم هل ستفلح مساعي جريفيث ام انها ستفشل كسابقاتها؟ مساء الخير أخي العزيز لك والمشاهدين الأكارم. في الحقيقة الجهود التي يبذلها المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث وزيارته الأخيرة إلى اليمن ونزوله الميداني إلى محافظة الحديدة، كل هذه المساعي لم تعد تلفت كثيرا نظر اليمنيين لإمكانية أن تسفر هذه المساعي يعني عن سلام دائم ومستقر في البلاد، خصوصا في ظل تعنت الميليشيا الحوثية مرارا وتكرارا عن الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها خلال المشاورات السابقة واستمرارها أيضا بالقصف والتصعيد العسكري حتى خلال زيارة المبعوث إلى اليمن قبل أن يغادرها دون أن يعلن عن ما الذي توصل إليه بشأن محادثاته مع زعماء الميليشيا. لدى اليمنيين تجارب في الحقيقة مع جهود المبعوثين الأمميين إلى اليمن، كل الجهود تهدف في المحصلة النهائية إلى محاولة تطبيع الوضع الانقلابي في البلاد والاحتيال على قرارات مجلس الأمن. هذا ليس فقط في اليمن ليس فقط في اليمن، يعني أدوار المبعوثين الأمميين دائما ما تكون مميعة للقضايا. للأسف الشديد هذا هو الواقع، هناك ثقة منعدمة، يعني هناك انعدام للثقة لدى المجتمع اليمني من الدور الأممي في البلاد منذ الدور الذي لعبه جمال بن عمر المبعوث الأول وفرض اتفاق السلم والشراكة على القوى والأطراف السياسية بقوة السلاح وزيارته إلى صعدة لمقابلة زعيم الميليشيا، ومن بعد ذلك أيضا إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الثاني والآن مارتن جريفيث، كلهم يمارسون سياسة التدليل مع الميليشيا الطائفية الحوثية ولا يلتفتون إلى الجرائم المتوالية والفظيعة التي ترتكبها هذه الميليشيا على مدى 4 سنوات. طيب إذا سمحت لي سيد محمد، الحكومة اليمنية أعلنت رفضها لأي صيغة لإدارة الميناء ميناء الحديدة خارج السلطة الشرعية، ما الذي يمثله ميناء الحديدة لميليشيا الحوثي لكي تصر هذا الإصرار على السيطرة عليه؟ هذا الميناء في الحقيقة مهم جدا ليس فقط للميليشيا الحوثية ولكن لليمن بشكل عام، يمر عبره أكثر من 75% من الواردات التجارية ومن المعونات والمساعدات الإنسانية والإغاثية، والحديدة أيضا يقع فيها مخازن المنظمات الإغاثية الدولية هناك، لكن من الواضح أنه منذ سيطرة الميليشيا على المدينة والمعاناة دائمة ومستمرة والمأساة موجودة في المحافظة ولم يلتفت إليها المبعوث الأممي ولا المنظمات الدولية ولا المجتمع الدولي ولم يمارس أي منهم الضغط بشكل جدي على الميليشيا الحوثية من أجل إنهاء المأساة. يعني المجاعة التي اضطربت مناطق مختلفة في الحديدة ظهرت أيضا في وقت مبكر عندما كانت الميليشيا تستأثر بالمساعدات والمعونات الإنسانية وتسخرها لحروبها، بينما أكثر من 600,000 نسمة في الحديدة يعانون جراء الحرب والتجويع التي تتعمده الميليشيا الحوثية. لكن بالنسبة للحوثيين الميناء أيضا يمثل أهمية لهم لتهريب الأسلحة من إيران، ويعني ربما أيضا الدعم بالنفط وما أشبه ذلك، وهو يعتبر شريان اقتصادي كبير لأن عائداته يعني كبيرة جدا بالحديث عن إيران إلى حساب الميليشيا الحوثية لتمويل الحرب. طيب بالحديث عن إيران، ميليشيا الحوثي اشترطت نقل عدد من الجرحى للعلاج قبل المفاوضات، مفاوضات السويد، والجرحى طبعا هم من حزب الله اللبناني ومن الحرس الثوري الإيراني، وربما لو كانوا يمنيين لما وضعت هذا الشرط. عموما هل يأتي هذا المطلب ضمن خطواتها لإفشال المفاوضات؟
في الواقع الميليشيا الحوثية باشتراطاتها الدائمة التعجيزية وتظهر دائما أنها مجرد أداة للمشروع الإيراني في المنطقة، وأنها لا تمت بصلة إلى آلام وتطلعات المجتمع اليمني، وهي في الوقت الذي تزعم أنها تدافع عن اليمنيين وعن اليمن هي التي تقوم بممارسات تسحق كرامة الإنسان اليمني وتستغل مأساته على النحو الذي نشاهد، وتحرص على نقل جرحى حزب الله والحرس الثوري، بينما اليمنيون يموتون يعني جراء الجوع والأوبئة والمآسي والحرب، ولا تلتفت على الإطلاق إلى حياة اليمنيين وإلى المآسي الناجمة عن تصرفاتها وعن سلوكها الفاشي والإجرامي والمتوحش. وبالتالي هذه الشروط كانت في السابق أيضا شروط مماثلة لعرقلة انخراطها في المشاورات من أجل وضع حد لهذه الحرب، لكن بالنسبة للحكومة اليمنية من الأهمية بمكان أن تتمسك بالمرجعيات المتفق عليها المتمثلة بقرارات مجلس الأمن، والتي تطالب بإنهاء الانقلاب وتداعياته وانسحاب الميليشيا الحوثية من مؤسسات الدولة ومن المدن وتسليم السلاح والانخراط في المشاورات السياسية، وأيضا الجزء الآخر من المرجعيات يتمثل في المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكل هذه المرجعيات تنقلب عليها الميليشيا ولا تلتزم بها. السيد محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.